عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من جيم هو اسطوري، يلا بينا نلعب لعبة بلوك كرافت 3D. بصوا بقى، عامل حاجات، عامل البيت ده شكله تحفة اوي 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 من برا، وشكله تحفة اوي 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 من جواه، وشكله تحفة جدا في الخريطة. ماشي، بصوا شكله تحفة بجد بجد بجد، وهو فعلا فيديو اسطوري. بصوا انا عملت كنبه وخلفيه ليها، وكنبه وخلفيه ليها، وعارفين ايه ده العمود شكله خلاص يعني، بس طبعا يعني البيت مش هيقع، بس شكل. بس لو عجبكم الفيديو دول اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في البيت الذهبي ده، وانا عامل برضو حاجه تحفه تحفه قوي 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 قوي، اكتر من اي حاجه عامل دي. ايه رايكم في دي؟ وعامل السلم ده بس لسه ما كملتوش. بصوا عامل الارض دي، ما خدتش بالي. بصوا في الخريطه، ايه رايكم؟ ودي بصوا اكتر حاجه انا بنيتها عجباني هي دي اللي قدامكم دي، اكتر حاجه عجباني. بصوا بقى انا بنيت ايه تحت الارض. انا قعدت ادور على كهف لحد ما لقيت الكهف ده، بس طبعا يعني مش متظبط كده، لا طبعا هو كان من الارض دي، دي كان الكهف من الارض دي وبايظ كده ومش مربع طبعا، وانا ظبطته وخليته كده، بس طبعا مش انا اللي بنيته وظبطته، لكن ده انا اللي بنيته، انا اللي كسرته وعملت دي، فعشان كده عملتها قصيره علشان ما تاخدش مني وقت 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 وقعد اتعب كتير قوي. وده برضو عمود شكله حلو قوي وهو كبير كده، لكن وهو نمنمه زي النمله وحش. وعملت برضو هنا ده، انا لقيته كهف صغنطوط قبل كده فكبرته شويه. ايه رايكم بقى الكنبه؟ والكنبه مش عارف اسمها ركنه ولا حاجه زي كده. ماشي، ودي تربيزه ودي تربيزه، وحتى بصوا وانا حاطط الشمع عامله ضلمه حاجه غريبه قوي، لكن هنا برضو مش ضلمه قوي، عامل في النص كده ضلمه. ماشي، وايه رايكم بقى في اللي انا بنيته ده؟ بص اول ما اظبط السلم هرجع لكم مره تانية. يلا سلام. واهو بعد ما انا ظبطت السلم، بصوا بقى فوقيه ايه، بس لسه ما ظبطتوش قوي 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 يعني، لسه طبعا لسه هعمل حاجات كتير كده. بصوا بقى يعني هو شكله تحفه 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 تحفه، شكله حلو قوي قوي قوي. ده بعد السحاب كمان، بعديه في حاجه بعد السحاب، في حاجه اصلا بعد السحاب اهو. قربت 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 خلاص. السلم ده بياخد وقت اقل من السلم اللي كان عند التمثال، التمثال التحفه اللي انا عملته كان احلى تمثال. بصوا ده اللي انا عملته، ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم؟ ده اللي انا عملته ده، انا خدت فيه وقت، في بكايه هنا، بكايه حطيتها بالغلط، لسه بقى هكمل. ماشي، يلا يا ابن الذين حصان، اللي جابك هنا؟ اللي جابه هنا؟ بصوا لسه، بصوا هظبطها كده كده، هظبطها. اهو اللعبه بتعلق كاني بكسر ايه. بص عايزه اوريكم حركه مضحكه مضحكه يعني، مضحكه قوي. بصوا يوبا، بصوا بقى اللي هيحصل. دب، ايه رايكم بقى؟ حركه مضحكه بجد، مضحكه بجد، مضحكه.
ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه التهنيج ده؟ لا تهنيج بجد رخم. واو كأني بطير. واو واو، لا بجد ايه الحلاوة دي؟ تهنيك حلو مش كده؟ تهنيك حلو، تهنيك حلو، تهنيك احلى تهنيك. ايه ده؟ عمري ما شفت تهنيك كده. بصوا يا صحابي، انا هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان اوصل لكم كل جديد مني. والحاجه الغريبه دي، انا ببص من ورا الحيطه كأن احلى من الازاز. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان اوصل لكم كل جديد مني. سلام.